يلا رجالة، عايزين نولع الدنيا النهاردة. ايه ده يا جدعان؟ شمبانيا؟ لا يا عم، الفينة بتبوظ لما بتعملها كده. يا جماعة استنى اخوك بوظ البيرة. استنى بس هقول لهم حاجة، دي مشروب غازي. احنا هنمثل ان هو مش مشروب غازي عشان الناس بتعمل كده في العيد وكده، وطبعا احنا ما بندعمش ده في العيد. لا احنا جايين نقول لكم دي حاجة مضرة يا جدعان، ده حرام. This is unhealthy. يا اسطى كوبايتك كانت فين؟ والله كوبايتي اللي كانت بره. بره فين؟ الناحية اللي بره. تعرفانين يعني ولا ايه؟ انت رزقت ولزقت الترابيزة، مش عارف، لازم تعمل فيها ابو لهب. بص يا جدعان، فانتاستيك. استنى وريني كده. لا ابعدها عن ده، مش هتفور. هو انا مش هتفور. استنى يا حبيبي يا عم. بص يا جدعان، انتوا اوفر سينكين التفكير الزائد. ما هي خلاص هديت يا نهار اسود. مين ده جامد بقى؟ الازازة هتنفجر. انت بتفتحها يا اسطى. الله اكبر. شفت يا اسطى بقى ان انا ذكي؟ نبلة. املى. امال احنا جايبينها ليه؟ عشان تذكرتك. بصوا يا جدعان، الفكره بقى ان احنا هنعمل نفسنا بنشرب الحاجات اللي قله الادب دي. ايه ده؟ بس نمله. سيبوا عادي. حرام عليك يا زياد، حرام عليك. ده العيد جاي يا زياد. لا نسيت. حرام عليك. والعيد جاي يا جدعان، هو كان بيلعب العاب الشيطان دي. حرام عليك انت ماسك خمره انت وهو. لا يا عم استغفر الله، ده شويبسي كولد تفاح اخضر. هابي ايد هومي. The devil in disguise. انت كده عملنا يوسفر. ايه؟ انت قلت ديسكرايز؟ اعملوا سبسكرايز. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ ازيك برو؟ تشربوا ايه؟ اي دي ويسكي فودكا. ما بلاش نقول خمر وكده، صح؟ حاسس بالذنب صح؟ ايه يا غالي، دي ميه اللي في ايدك ده صاحبي؟ ميه يابا. ايه بقى؟ دانيالز دي؟ لا يابا دي ستيلا. ده انتوا لسه بقى فرافيره صاحبي. ايوه لسه في البدايه صاحبي، احنا لسه بنبدا بالمهد ده، دوري محترفين. بنسخن بس. شويبس يا غلا. ايه عرفتها؟ بقول لك احنا مخبرين. انت مخبر؟ بقول لك انا مكانتني فين وتخلو دكر تيجي تجيبني. طب يلا يابا قول. هتخش كفر الدوار، هتخش اول يمين، بعد كده في تاني يمين، بعد كده هتخش. اشرب عشان تنسى. ما كانتش حلوه يا جدعان. انا مش عارف. حبي ايد يا اسطى، كل سنه انت طيب. ايه رايك يا اسطى؟ المايه عامله عندك ايه يا ابني؟ انت فيروز اناناس. والله ما فيروز يا عم، والله ما فيروز. اعتراض على اللي انت بتعمله ده؟ والله شويبس. الرايق يا جدعان، احلى ميزه عندي. المعلم اللي لابس نظاره صفراء ده بالله عليك، هطلب منك طلب رقم الحلاق. ايه حلاق؟ انا لابس كياه. ثانيا، مين السبونسر بتاع الحلقه؟ للاسف مفيش يا اسطى، قلنا يجي لنا سبونسر. مفيش يا اسطى لسه. شويبس بنتحايل عليها. بس يا عم ما تجيبش سموك. بس يا اسطى زوري بيحرق صدري منفش. عايز كح تشرب. تسلم يا رجوله، صايم انا النهارده. ما احنا هنصوم بس بنتسحر. استغفر الله العظيم. عاش. شويبس جولد. والله شويبس جولد. انا محترمين. احنا هوبل ما بنشربش سجاير حتى. وريله له اصلا الازازه يا اسطى، حاسه مش مصدقك. كل سنه وانتم طيبين يابا. انت طيب. والله يا جدعان احنا عايزين نخلص عشان نلحق نتسحر عشان نصوم يوم واقف تعرفه. تعالوا انا طلعت معاك قبل كده في فيديو. طلعت في فيديو. تحوروش بقى انتوا. انت طالعين النهارده بتصوروا ولا ايه؟ لا بتصور يا اسطى. لا انت صور انت. لا المره اللي فاتت انتوا كنتوا طالعين مكسيكيين. كان فيديو البلطجيه. مافيا يا اسطى، مافيا. بقول لك انا دخلت شفت فيديوهاتكم جامده الصراحه. وربنا اخويا على ابو قرف. نعم الواد الصغير اللي جوه ده اللي من جنوب افريقيا هو ولا مش عارف، وده كمان من جنوب افريقيا. طب بتتكلموا جنوب افريقيا بقى؟ يا عم مش انجمون جدي انجمون جدي انجرنجا مانجانينجا. حبيبي عندكم ميه في بريطانيا؟ عندنا ميه في بريطانيا؟ لا لا انت ميه ايه؟ ما انا ميه ما تفهم. بقول لك ايه، ركز كده معايا بس. ثانية عشان اللي معايا تقريبا عندهم اسهال. فيك ده وايح عشان جام وايح. وحش المهدم رايح. انت قصدك خمرة؟ نشرب مية مش خمرة، تفرق. بس انتوا بتشربوا خمرة. لا حد الله. لا يا عم حد الله، احنا لينا في الشويبس. شويبس؟ طب استنى ما اوريك حاجة حلوة. بس على الحرام من دي البتاع دي، لو طلعت لو صورتها يا بالله يا جماعة. كات انتوا دلوقتي. ليه نستنى؟ اوعى التيك توك اتعمل بان. خدنا بان يا عم. كل شوية على تيك توكر بتعملوا تيك توك، خدنا بان. انا عايز اقول لكم ان خلاص التيك توك كان هيتوثق. يا رب. قل لي، هل انت من مصر؟ لا انا من المغرب. مغرب، لبنان، جزائر. بحب اللبناني. تحب اللبناني ولا كل تبولة؟
ولك في جوع عندك دير ايه ده انت اردني يا مغربي يا مغربي تكلم معايا شو احكي معك شن وانت بس مغربي فين انت بدل مغربي مو مغرب انا مبين على لهجتي لا لا مش مغربي بقول لك مغربي ايش فاهمك انت واش كتعرف الرحبه كلمنا وجهك ليس للمغرب وجه من المغرب انا وجهي متفصل بالمغرب مدن المغرب انت وجهك زي المربع يعني المغاربه ليس له مربع وقل لي قل لي هل اشتريتهم خروف لا تعال عندي وش اذبح لك اعطيك بول باب ايه استني بامي لا يا عمي يا من وين انت من المغرب كازابلانكا كازابلانكا بلديات اخواتي يا جدعان بقول لك انت داخله مره صن اتك دوله ثانيه انا سافج واو فانتاستيك اضرب واحد صاحبي اللي على اليمين ده بتغني ايه اللي عنده شنب ايوه اللي بيضحك دلوقتي اضحك ثاني كده ايوه هو اللي ضحك ومسك ده شبه واحد صاحبي ايه يا استاذ اسمه زياد صح اسمه زياد لا ده انت تعرفنا عليه بيهزر يا عم بيهزر اديني ما بهزر ورينا صورته يا اسطى انا استنى اجيب لك صورته بيطلع على اليوتيوب لا لا هو عبيط عادي ورينا صورته ورينا صورته بسطع هو يا اسطى بص شبهك ازاي استنى يا اسطى يا عم يا عم مش شبهك مش شعر انا طب هات الصوره اللي بتداني يا اسطى ممسك يجي منه نظره ضعيف اصلا احلى مسا عليك يا عم تشتروا كلب يا سميدي؟ تشتري كلب نوعه ايه؟ نوعه يس بيتبول يرمي كم لحم؟ شيل عيب بكرة ايه؟ يرمي كم لحم؟ بيتبول. كيلو انت بالكيلو يعني؟ يرمي كم كيلو؟ ما هو بياكل لحم كلاب ده قد الشحط اللي لابس اللي شعره احمر دوت اللي لابس كلاب ده ايوه ما هو ده صيني احنا ناكله كلب شعر احمر يلا طعمه يلا اهبل يلا بايعه على كام يا اسطى؟ على 100 جنيه بس كده؟ انت ما بتحبش الكلب ده ولا ايه؟ ده كزجرة فرطة دي ولا ايه؟ ده عنده كام سنة؟ ده 15 سنة؟ لا بس 3 سنين 3 سنين وهبيعه ب 100 جنيه بولدوج مضروب ده اكيد بولبول ما لو بلدي مش ب 100 جنيه صح ايه جعان انا جعان والله انا جعان يا اسطى والنبي كبسوا يا اسطى في ناس مستبحه هنا يا اسطى تعال ما تولع علينا التكييف ده يا اسطى الجو حر والله يا اسطى تعال في ناس مستبحه لا لا معاك بفرة؟ يا اسطى تعالى يا اسطى مين يا صاحبك اسمه بفرة صاحبك ده هيجي ولا مش هيجي ما تيجي يا عم ده اسمك ايه مين فينا في النص اسمه جلال جلال نور الدين جلال جلال جالاكسي انت اسمك ايه باين عليك معتصم يا اسطى تعالى في ناس معتصم تعالى يا اسطى صاحب انتوا شاربين يا اسطى هو بيعيد هو الفيديو بيتعاد ولا ايه انت اسمك ايه يا صاحبي انت اسمك ايه انا اسمي عباس عندك كلب ايه عندي كلب بيهوهو بينونو عندك كلب بيهوهو عندك كلب يا عم تعالى عم نشوف العيال دلوقتي شنو ايه يا اسطى تست عندك كلب بينونو ابي ايه ده اسد باشا اسد باشا معانا الكلب اهو دلوقتي هنقفشه اهو لان النبي بيتصرمح في اوميجا الكلب اهو هنقفشه دلوقتي اهو ماشي يا باشا هنجيب الكلب يا باشا ونجيب انت اسمك سيد لا باشا لابس ايربودزي في ودن واحد ناخده في الناحيه الثانيه يا اسطى في واحده في العين الثانيه يا باشا في واحده في الاثنين يا باشا نجيبه برده بقول لك لابس بوكسر نوع ايه كوتونيل اقول لك لابس كوتونيل يا باشا نغيره له ازاي يا عم بقول لك يا اسطى غيره بسرعه طالما عندي لا لسه مش هغيره يا اسطى بسرعه الباشا معوش غيره يا اسطى اه عشان جوه انت بتقول ايه ادخل يا مروان عشان مش عايز ادخل مش عايز اكلم حريم صخره التيك توكرز دول ولا ايه خلاص يا باشا في بنت درع دي بيهزروا صايمين بكره صايمين هتصوموا بكره لا مش هتصوموا بكره يا سيد باشا شكلهم ملحدين استنى يا عم انا بكلمه انت بتكلم بيه انا بكلم مراد بتضحك ليه مستنيك كلب ما تنطع يا ازيك الفيديو ازيك الفيديو ايه جن ولا برضه فرنسي برضه باردو باردو بنجور بنجور ما انجز وري له حاجه اخلص انا ما انت ليه انا شفتك على فكره انا شفتك على فكره هات حته انا شفت الشاورما دي فين قبل كده هات حته يا اسطى بقى يا اسطى عايزين نتصحى يا اسطى لسه هتصحى لسه قاعدين بنصور على فكره التوميه هتعطشك بكره يا اسطى انا خايف على مصلحتك هات حته بقى تسمع مش دعوه بقولك مالكش دعوه ما تخافش يا اسطى مش هناخد منك السنه عارف انت العيال التبس الصغيره اللي في ابتدائي بس كده يا جدعان يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص و فينش تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ووصل الفيديو ده على 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 وسايب بيبي يقول لكم لو عايزين الفيديوهات زي دي كتير اعمل لايك وشير وسبسكرايب وحول له 100,000 جنيه على فودافون كاش والرقم يا سايب 012031 في نسبه كبيره منكم مش عامل اشتراك في القناه ازاي ده بقى في يعني ما اعرفش انت بتعمل
ليه يعني؟ انت عايش ازاي انت وهي كده من غير ما تشترك في القناه؟ انت بتعمل ايه؟ واستنوا يا جماعه، احنا ما بنحرضش على اي حاجه من احنا عملناها دي، ده كان شويه بس. ده كان فور فان ويل دون باللحمه بتاعتي لو بتسال يعني. مين صحر عندك؟ وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، وربنا معاكم بتاع تالتة ثانوي. الفيديو ده لو جاب 20,000 لايك نعمل رياكشن لايف على النتيجة بتاعت الثانوية العامة. بس واحد